الله نحتفل دايما بأجمل انتصارات، لأن انتصار عودة سينا ده ملحمة في التاريخ الحديث المصري. صحيح. ونتكلم بقى عن سينا. لا، عايزة اتكلم الأول بالنسبة لحضرتك. اليوم ده بالنسبة لك ايه؟ تفتكر؟ طيب، لا مش هنقول اليوم ده، أولا لازم نقول واحنا بندردش قبل اللقاء، سينا ليه مهمة لمصر؟ عبر التاريخ كانت سينا هي البوابة لأي دخول معتدي لمصر عبر سينا. 4000 سنة الاكسوس قلنا منين؟ من سينا. 4000 سنة قمبيز 515 قبل الميلاد. وبعدين دخلنا بقى في الحروب الصليبية والتتار، كل ما حاجة جت لمصر جت لنا مين؟ من سينا. عمرنا ما جانا حاجة من لا من الغرب ولا من الجنوب، هي سينا بوابة اللي دخول لمصر. ليه؟ واخرها ليه؟ هي مكانها جغرافيا، مكانها، لان سينا طبعا في الناس مش عارفه سينا في اسيا. فكل اللي جاي من اسيا، الهجرات المغول للحرب بتاعه الصليبيه، كل ده جانا منين؟ حتى لما احنا رحنا افتتحنا بيت المقدس من دخلنا الى من سينا من صلاح الدين الايوبي. فهي سينا البوابه بتاعه مصر عبر التاريخ. سينا بتمثل عشر مساحه مصر. طيب احنا اما عشان تحس بقيمة الانتصار، شوف حجم الهزيمة بقى اللي كنت فيها. 5 يونيو اسرائيل هجمت على مصر. انا كنت في الكونتيلا يوم 5 يونيو الصبح، ضابط ملازم اول في ماسك ضابط صلاح الكتيبة، وعلى كان البرج الاسرائيلي 1200 متر. اتضربت قواتنا الجوية الساعة 9 الصبح يوم 5 يونيو، اسرائيل قامت بالهجوم البري. اخش على 90 اتضربنا وانسحبنا ومشيت على رجلينا لحد ما وصلنا قناة السويس. يوم 9 يونيو اسوأ يوم في تاريخ مصر، في تاريخ مصر في العصر الحديث. ليه؟ 9 يونيو 67 العلم الاسرائيلي على الضفة الشرقية للقناة. انا عايز الناس بس تفتكر ان النهاردة 60 مليون ما حضروش الفترة دي. ادي قناة السويس، الضفة الشرقية، العلم الإسرائيلي مرفوع، جيشك متدمر بالكامل في سينا. احنا مفيش دبابة مدفع ولا حاجة رجعت من سينا، كله اتدمر. والساعة 5 بالليل عبد الناصر بيتنحى. هتشوف يوم أسوأ من كده في حياتك؟ جيشك متدمر، العدو الإسرائيلي في على الضفة الشرقية للقناة، وعبد الناصر رئيسنا اللي أنا حبيته ودخلت الجيش عشان بحب عبد الناصر، بطل القومية العربية، قائد منكسر. في اليوم ده بقى اسرائيل احتلت سينا بالكامل، احتلت من الاردن الضفه الغربيه، احتلت من سوريا الجولان. الثلاث دولت اسرائيل خدتهم، واسرائيل كانت بتفتخر. انت عارفه الثلاث حاجات اللي خدتهم 10 اضعاف مساحه اسرائيل. شوف النصر العظيم عشان يقول لك احنا قد ايه قاسينا. طب النهارده مين اللي استعاد ارضه كلها؟ مصر. النهارده الضفه الغربيه اللي احتلتها ما زالت تبع اسرائيل، الجولان تبع اسرائيل. شفت العظمه بقى انك انت في مصر قد ايه عظيمه، انها الدوله الوحيده اللي احتلت ارضها، خدت ارضها بالشبر، وهنتكلم عنها دلوقتي. خلاص بدينا بقى حرب الاستنزاف 6 سنين. احنا استعدنا سينا، ناس مش عارفه، 4 معارك. معلش هتفاجئ النهارده، 4 معارك. اول معركه 73، الله يرحمه الرئيس العظيم انور السادات اتخذ قرار الحرب، ودخلنا الحرب باسلحه دفاعيه مش اسلحه هجوميه. يوم 6 اكتوبر اقتحمنا قناه السويس، خط برليف، استعدنا من سينا 15 كيلو. فدي المعركه الاولى، المعركه العسكريه.